بعد 4 سنوات من زراعة شجرة الأرغان بمنطقة الشط ببلدية الكريمية بشلف، حققت التجارب الأولى نجاحاً ملحوظاً بعد أن أثبتت تأقلمها مع مناخ المنطقة ومختلف الأتربة التي زرعت بها أولى الشتلات، مما شجع الفلاحين على توسيع هذه الشعبة. تعتبر هذه المزرعة أول مزرعة جربت الأرغان، شجرة الأرغان في 2020 بعد 4 سنوات. الحمد لله أعطت ثمار والمشروع كان ناجح، فنجحت الشجرة الحمد لله في المنطقة، وهنا نجحت في 4 أتربة مختلفة: الحجريس الأحمر هذا، والتراب الأحمر العادي، وكذلك الطينية، ونجحت كذلك في الرملية. فهذه الشجرة متأقلمة مع المنطقة 100%. ولما شفنا المشروع نجح فزدنا مشروع ثاني في منطقة سيدي العيشون 70 شتلة، والآن الحمد لله المشروع كذلك ناجح هناك. التجربة هذه تعتمد على تقنيتين: الأولى وهي السقي بمياه أحواض تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، تقنية طبيعية وخالية من المواد والأسمدة الكيميائية، وأخرى تتم باستخدام الصناديق الحاملة للماء والتي تساهم في اقتصاد المياه والمحافظة على الشتلات من العوامل الخارجية والأفات الزراعية. استعمل تقنية السقي بمياه أحواض السمك، نعم، مركزة، وكذلك المواد العضوية الحيوانية. أما التقنية الثانية اللي جابوها لنا جديدا هي تقنية صناديق حامل الماء، وهي تقنية جديدة الهدف منها هو تقليل من المياه، يعني عدم ضياع المياه والمحافظة على الشتلة من العوامل الخارجية والداخلة كذلك. نجاح هذه التجربة النموذجية ساهم في تشجيع عدة مستثمرين وفلاحين على زراعة هذه الشجرة، سيما بمنطقة الكريمية وعلى طول الشريط الساحلي شمالاً، في انتظار جني أول محصول منها ما بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين.